ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة مع ايس تيوب. جينا عشان نلعب لعبة فورتنايت، والنهاردة هنلعب في لعبة دايما بخسر فيها. تخسر فيها ليه يا عم؟ ايه اللي مزعلك يا ابو اللذيذ؟ يا عم اقعد يا والله كسبت ولا مرحلة يا جدع، بس هجربها النهاردة في فورتنايت. عارف لو ما كسبتش والله بنت اها شايفه؟ ده هديك بيه. بس انا بس هسألك على حاجه، هو انت في لعبه ما بتعرفش تلعبها؟ يا عم انت هتشتغلني. ما اعرفش اكسبها يا عم فرجا والله. طب ماشي هنشوف. اوكي تعال. اوكي جايب الماب وجاهز ونظبط الكلام. انا جبت لك شخصيه باتمان النهارده، اقوى شخصيه. ها ظبط الكلام. انا شايف ابو البطبيط عسل. يلا بقى يا جدعان تشجيع لابو البطبيط، ما تنساناش بقى باللايك، وان شاء الله يا رب يا رب نفوز على الاقل في دي يا عم. يلا تعال يا وحش. ربنا يستر. ذوق يمين. ها ذوق يمين يا ولد. يا عم سمعتني؟ انا ما بتكلمش في حاجه. لا خالص. إيه ها على نفسك. ايه ده بيقول لك ما تدوس على الزرار؟ اوعى يا عم. لا ده هيختار ما بقى شويه. ما بقى شويه ايه ده؟ كل الحاجات بتختارها من فوق. بص يا لهوي. طب ما تدوس يا صاحبي. يلا بقى. واللي يحصل يحصل. واللي يحصل يحصل. واللي يحصل يحصل. خلاص الماب حتى. ما بخافش. لا يا جدعان. ايه ده؟ والله يا عم انا ما عملتش حاجه. باب الحظ. بعيد عنك. باب الحظ. ها؟ يلا شوف حظنا الاول. خليك باللون الاحمر. احمر. بنفسجي. الله عليك. ابيض يا عم. لا اصفر. ايوه طلع صح. ارمينا بعيد. انت عملت كوبي وبس. فخره جدا. تعالى يا حبيبي. يلا يلا. نجرب اصفرة ابيضه. هي دي اللي هتظبط. هي دي. بنفسجي. يا حرام يا حبيبي. يا عم انا معاك كتير. استنى هكسرك. يا لهوي. بص هتبدا اخر الدنيا ازاي. تحس ان فيها سوسه. الله 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 الله. وكشفت السير. ايه ده؟ عيب عليك. عيب يا رب يا رب. هيجي ان شاء الله. الله عليك. والله تحدي مركور. ها تروح لخط النهايه يا معلم. ييب. ايوه دي بقى الاساسه. اوكي. عيب عليك انا اللي كسبت ابو اللزليز. ما تعملش فيها كده ابو اللزليز. حلو. اخيرا يا جدعان. مش ده اول راوند. ها في راوندات كتيره حبيب. تعالى بقى نطلع البتاعه الزرقاء دي. بتجري دي ولا ايه؟ لا هنشوف بس الماب اللي جايه بقى اللي هي العشوائيه بقى. احنا وحظنا. الله عليك الله عليك. بص اتفرج على الكو. اقول لك ايه؟ ها انا بات يا معلم. بات يا معلم. بات يا بات يا بات يا بات يا بات يا بات. بلوره يا عم خدعتك. اوه يلا يلا الراوند اللي بعد الماب اللي بعده. انا متشنج يا عم. رجليها شد على ودني. ها انا معايا الكوره زي الكوره اللي هي بتاعت القطط. بص يا رايق. والله ما عارف يعملوا كده ليه. حلو بيقول لك ما تدوس. احنا دماغنا ناشفه. ما تدوسش احنا. اهو اختار الماب. فرحان اخويا. ربنا يستر عليك. حظنا يا معلم. هيطلع ايه؟ مش عارف والله. اوكي طب ايه الكلام؟ اوكي هنا بقول لك هنا كلر. حسب. ايوه. ايه ده؟ قلت لك حاجه. ايه الغلاسه دي؟ شوف جايه تاني يا خرابي. جامب. حلو. اوكي صدق. نخش على البتاعه دي. يا لهوي استنى يا جدعان ده البتاع بتختفي كمان. واو البتاع بتختفي قويه جدا. بتدمش جامد قوي. البطاطس. مش بقول لك اللعبه. اوبا. حلو. اعوذ بالله يا جدعان. البروكات مش عارف الكلام على ايه. هنعمل ايه؟ فبروكات النحس دي يا لهوي. لا لا يا صاحبي الكلام. جاي 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 والله صعبة جاي أنا جاي أنا جاي 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 والله جاي 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 جاي. اوكي هنختار البيبان. حد قال لك تلعب في البيبان؟ حد تلعب. مش انا اللي لعبت فيها. هي اللي لعبت لوحدها. ان شاء الله تكون هي دي. ان شاء الله. الله عليك يا ابو اللذيذ وتخمينك الاسطوري. يلا ان شاء الله. اشتغلت بقى. انت بتبص من فوق. والله مرايا يا عم. يا معلم. ده كان محترفين. المنوبه قصدي. يلا بسرعه بسرعه. حلو اصفر اهو. يا رب ما ايه اللي هيفتح البيبان هيكسب كده عليا يا جدعان. انا مجمع 150 بوينت يا مسهل. ايه ده؟ فين بوينتات يعني؟ 100 بس يا عم بس. ايه ده؟ كل ما بيبان مقفوله؟ ولا باب. يلا انت بتهزر. ها؟ حظك بقى. لازم ترجع وتخش الباب. عيب عليك. يا ابني ليه يا رزينه؟ انا قلت لك السر ليه؟
ربي هيطلع ده هيطلع ده حلو ايوه طب انا ايه اللي اشتغل احسن لا 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 بسرعه لا 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 ايوه حبيب قلبي لا لا هو كويس في الباركور هو كويس في الباركور هيعديني لا يا عم اصبر شويه خليك الله عليك خليك حلو اتحسد استنى يا صاحبي يا صاحبي الله عليك استنى والله جمعت 150 نقطه هو انت 50 نقطه عرب اوكي طب انا اخدت كام اوه اخدت يا معلم ايه ده ايه الاشتغاله دي اتفرج على الكوره 40 اتغاظ انت ها انا اتعصبت دلوقتي انت اتعصبت وتطلع الشبح اللي جوايا طلع اخويا ها سيبني انا ادلع براحتي انت هتغيظني يعني ما انا معايا موتوسيكل ممكن الف لك بيه من هنا حبيب قلبي بس شوف معاك موتوسيكل ايه يا عم ده ايه يا عم ده فرحان بيه انت انا عايز النحله بقى بقول لك بكام الاجره يا اسطى مش هقول لك مش هدوس على الزرار على فكره مش هدوس على الزرار مش هدوس على الزرار سيبها شويه تاخد راحتها تربي حاجه حلوه بقى ها يا اما كده مثلا النحله بص 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 يا اما النحله يا اما البتاع اللي ورانا دي شايف البتاع الكبيره اللي هناك دي واو بس دي صعبه ده تكون الاخيره دي هنطلعها ازاي ده بلوكات الحظ فعلا اللي هو تختفي من تحت رجلك تلاقيها في وشك حلو ما ينفعش يلعب فيها غير المحترفين بس يا عم انا مش لاعب انا هقف انا على جنب ماليش دعوه ايوه انت تشجع وتسقف انت بتدوس عليها ليه سوري 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 يا خرابي النحله محوله ايه ده انا واحده نحله لا ايه ده لا مش بحبها لا يا عم مش طالبه يا عم اوكي يا جدعان مش باينه والله ايه اللي اشتغلنا دي؟ حلو 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 ايه اللي هيختفي؟ وايه اللي هيفضل؟ لا 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 اعوذ بالله يا جدعان دي كده جنبي والله من جنب البلوك ما فيناش من كده ربنا يستر ايوه اديني كده ماسك العصايه من النص ايوه ماشي 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 سيبه هو بيمسك عصيان واحنا هنكسب يا جدعان بقول لك يا بومبو ماشي بيعرج يا عم سيبني في حالي يا خرابي يلا يلا زبط مرتين بالغلط تاني مرة تاني مرة يقع فيها انت بتحط فيها ايه اتفرج وتعلم اي خدمة مبروك يا عمي الله يبارك فيك يا صديقي الراوند الخامس يا رب قربنا الخط النهائي معقولة هنعملها يا جدعان يلا خلينا نستكنس كده يلا كل واحد طلع الحاجة بتاعته يلا اسخن انا شوية الف العجلة بظبط يا عم المباني عجبتني اديها ايوه بقى ايوه 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 يلا بقى يا حلو النحله بقى خليك حلو على النحله بس صدق النحله احسن يكون البلوكات اللي احنا بنتكلم عليها ده احنا هنتفرج شفت النحس دي برضه تاني ايه بقى مش فاهم انا في ايه الالوان ايه معايا ايه الكلام والله جاي معانا يا جدعان فيني بقول لي ايه يا لاوي 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 والله انا معايا الكلر والبي سيلكتد والله يا جدعان ما مصدق اول مره تحصل في تاريخ ده بتهزر استنى استنى كسبت أيوة. بجد ايوه انت اللي كسبت لا 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 وانا كسبت تاني ايزي كده ايوه يا عم انت كسبت يا عم طب ما فيش مبروك يا جدع ما فيش مبروك يا جدع ما فيش بيبكس كده علينا ولا حاجه ما تعصبنيش عشان لحظة واحدة ولا بص اخرب عقلك يا عم لا 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 استنى 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 بس خليني العب معاك مش عايز العب وور زون استنى انا هقول لك على حاجة انا هكسبك يعني هكسبك ايه ده ايه ده بتحلم انت حبيبي مش ده؟ انا اللي مفنشه هحطك جنبه بعد كده هحطك جنب اخوك لا يا عم ده لابس التاج ده عامل التاج بالبتاع خلاص يا جدعان فلت هو من وور زون عايز تحديني تعالى والله ليه لا يلا يلا اوكي يخرب عقلك استنى هو هيختار بقى ايه ده اختار ايه؟ يا حلولة بلالين بلالين؟ بلالين هنلعب يا فنان يلا 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 صعبة تصدق باركور البلالين والله باركور محترم استنى استنى ما تبقاش كده ما تبقاش كده انا هسيبك هتسمي عليا انا اتفنشت انت اتدمجت وانا اتفنشت طب حلو خير 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 كمل 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 اه لو
والله يا جدعان كنت يا لهوي احسن بس الحمد لله كافي. ايه ايوه يا وحش بتشيل عايز بس يا عم ده يا عم اخدت تشيك بوينت الله 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 اخدت تشيك بوينت بس لما اجي اقعد قدام مش خلاص يا معلم كده راحت عليك. طب انا بتضحك عليا على فكره. لا الماب كمان عليت يا لهوي بتدمجني كل ما اتحرك. طب حلو بسبب التشيك بوينت بتاعتك. اوكي حرام عليك. الله عليك يا وحش مكتب ايه ده الجدعان ده؟ حرام عليك والله حرام عليك. استنى يا عم ده البيك بوست ده ولا ايه؟ اها لازم اخد الكوين. بص بتاع غير ثابت بتقول لي ازاي؟ يا ريت هيا والله يا جدعان لا ده استهبال. اوكي هحاول اجيبها. استنى 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 يلا. اوه يا حلولي يا جدعان مش عارف اخد التاك. يلا يا عم اللي اتشغلت يا عم انت بتكسب ازاي؟ ده انا والله متبهدل عمال اتدمج. يلا ما تفنش حلو. استنى اجيب طيب من الناحيه الثانيه. اتفرج عليا. الله شايف التاك؟ التاك عايز تاخد الكوين. يا سلام يا سيدي يا جدعان انا اللي بيوقعني في حاجه بتزحلقني والله. ايه اللي حصل يا معلم؟ اديله ايوه استنى اجيب الوحش اللي غرزت على الله. العينين بتعمل هوا يا معلم. مع عينين غلسه. انت فين بالظبط؟ اخيرا يا اوبا انت تعال 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 يا معلم. يا لا مش هتقدر تروح لها يا عم انت لازم تكمل. بس والله كسبت بالعافيه يا جدع. ايوه راسه راسه راسه. ايه 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 عمال بتفرج عليك من تحت شايف عيني؟ اه بتحسدني ها؟ يا لهوي يا لهوي ايه يا عم اوبا 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 استنى اوكي البقال الاقوى. لا 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 والله انت كسبت في لحظه. انت كنت ضلك ثانيه مرتاح. تكسبني ازاي؟ عيب عليك عيب عليك. حظك حلو كنت فاهم الماب يا عم. اوكي بدل ما اشوف اللي بعدها يا سوسه. والله مش بتفاعل لما تيجي انت تنط جنب. بص على طول. اوكي اختاروا دي يا جدعان. تحدي دايما. استنى استنى ده تحدي النوبات. حلو قوي. اه يا حبيبي انت بتبص فين؟ كل النوبات ايه اللي بيحصل؟ اوبا يلا كمل كمل. لا 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 دي خلصت جدا يا جدع. لا والله انا عارف ليه هتحصل فيها كده. طب انت عديت ازاي؟ اه ايه ده المكان اهو. انت بتبص الناحيه الثانيه. انت بتبص الناحيه الثانيه. يا سلام حلوه عجبتني. انا كنت ببص على الارض. هي بس الكهرباء الغلسه دي ابعد عنها. حلو ناخد دي يا معلم. تشيك بوينت تشيك بوينت يا حلمي. بس كده يا معلم كمل كمل. يا لهوي الله عليك الله عليك يا استاذ. لا 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 ما تشغلنيش. انت يا عم جايب باركورات عجيبه غريبه يا عم. انا مالي يا عم. اه انت اللي مختار بتاعك يا عم. حرام عليك بقى. انا بس هنا ما بالعجيب ده. يا جدعان هنقعد نخمن هنا؟ واو ولا انا مش عادي؟ لا قشطه. يا لهوي انا بتفنش بس. طب خير 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 كمل كمل كمل. ايوه يلا 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 شب. تصدق دي صعبه شويتين. انا ممكن اخبط في الحاجات دي والحاجات دي تلحقني. ايوه وصلت يا جدعان التشيك بوينت. الله عليك يا وحش. أيوة. يا عم حرام عليك كده معاك التشيك بوينت وانا بتفنش. بس عادي يا عم انا عادي والله بتفنش. كلم صاحب الماب. الله الله بسرعه 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 بسرعه. ومبروك عالي الى الفوز. ايه 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 بص 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 يا دوب بروح اوب اقوم لابس في وشي. انت فين؟ انا هو قدامك يا عم. انت لسه في اول البتاع؟ مش عارف اتحرك اصلا من هنا. بص اول واحده وما خدها جنب هوب او لابس في وشي واقع في المايه. ما شاء الله عليك محترف. هحاول 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 البس في البتاع نفسها. ثواني كده. خمس ثواني. قناه بالليل. في ايه؟ لا لا عايز اكسب عروس ايدك. اصبر يا حبيبي. مبروك الخساره مبروك الخساره على اللوبي. انا بقى اللي اختار المره دي. ها نط يا ايه ده الزرار اللي انا هو نط يا عم. ده بضربه برجلي مش بايدي. نط لفوق اديله. ان شاء الله اجيب ماب كده اسطوريه. ان شاء الله تكون بتاعت النحل. يلا يا جدعان باذن الله تكون حاجه حلوه. والله يا عم بلاش النحل بقى. لايكاتكم وتلاحكم ابو اللازليز. اختار يا عم انت بلد. ايه ده؟ استنى يا عم بتضحك عليا. استنى يا جدع. ايه باب النحل دي مين اللي اختارها؟ يا ريتني ما اخترتها. حبيبي ابو النظريز. استنى يا حدوته انت رحت فين يخرب عقلك. اصبر حبيبي يا حدوته. اصبر عيب عليك.
حبيب الف. لا ايه ده، انت زقتني يا جدع. عيب والله كده. والله باب النحل دي يا معلم. اعوذ بالله، في حد بيعمل شوبينج هنا؟ بيعمل شوبينج هنا يا جماعه؟ يوي والله يخرب حالك. استنى استنى، انت بترجعني ليه؟ فاضل لي خبطه، خبطه واحده، خبطه واحده كمان، خبطه واحده، بسرعه بسرعه بسرعه. واو يا جدعان، ده اللي عامل المبنى ده والله دماغ رايق. ايه ده؟ كسبت. انت عديت؟ انت بتضحك عليا يا معلم؟ بتجيب لي المبنى عشان تكسبني فيها؟ لا 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 لا، الشوبينج ازاي؟ لا لا، خلينا نزلني هنا معاه. جام جام بس بيغش مني. اشرب يا معلم. ماشي. ايه ده؟ فهمت. يقول لك حلو وحش وتفنس كده. يلا خليني اقف هنا. ها؟ لا 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 لا، اوعى ممنوع ممنوع يا ولد. يلا يا عم استنى، فهمت حاجه؟ انا عرفت اللي فيها. ايه ثبت يرميني فوق. ثبت 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 غسيل يا عم. استنى بس، خلاص كده خلصوا دول؟ لا لازم في واحد ثاني. بس يا معلم اختياراتي بتكون جامده كده وفي الجون. شوف انت مش واخد بالك من اختياراتك، انا جايب 10 بوينت بس وانت جايب 50. الله اكبر فيها يا جدع. جايب 10 بس. ايه ده الجديده دي؟ اوكي اه البوابات. ايه ده ده ده، في غزاله بتبص لنا من ورا. استنى يا عم عدي بس. بص قاعد يقول لي غزاله مش غزاله وتفنش. ايه ده مين ده؟ حبيب قلبي مين الولد العسل ده؟ كل ما اروح اتفنش. يختي كماله. شايف الولد الاخضر ده؟ بستحمى عادي. الولد واقف ورا. لا 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 لا، هقول لك يا بابا افتحي. انت قاعد مكمر جنب البوابه، فكر نفسك صح. بص هو اللعب كده لازم تركز. حلو حلو حلو. انا ركزت والله. ايه الاستهبال ده؟ يلا قلبي. ايه ده بيجري كده ليه؟ يا عم بات، ما تستهبلش. ايه ده؟ يا جدع يا حياة الله عليك يا ابن الجدع. يلا روح بات يا ابن الولا. كان بيمشي في الميه، كان الحياه حلوه. ها لا طب عليك. لا تفنشني عشان انا بس بتاع بيعادي غير المحترفين. واو يا عم ده قفل على بقي. بص بكسب بكسب برتاح. الله عليك يا وحش. يا سلام. هي خدمه بتهزروا بقى؟ خدني معاك بقى. انت ازاي كنت بتهزر وبعدين تسبقني؟ حلو عديت. احلى مكسب والله. انت لسه ما جيتش؟ انا جاي اتفرج على القوه والعضلات. يلا ابو لجليج اوعى، انا حامل اوزان. وسع جدع من هنا، وسع جدع، خليني اكسب. ايه ده ولسه؟ ولا مرحله ولا اعمل فرح. لا البابا انا خلصت. يا بنت ليه لذينه. طب وبعدين الكلام؟ لازم ننزلها وهي بتتزحلق. ايه ده انت عملتها ازاي؟ ولا حط على هنا. يلا اي حاجه. وانا عمال ارقص فرحان، فكرت نفسي كسبت. اوعى ترقص يا جدع. الاحتفال المبكر يا معلم، ما تحتفلش. انت عملتها ازاي؟ قول لي قول لي قول لي قول لي. هقول لك، دي بلوزه تسمع عن السلطه، ما بقتش نافعه فشغلت البلوزه. ماشي يا بلوزه يا معلم. يلا يا جماعه 10 ثواني والله استبان، ما ياخدش بوينتات الولد ده. انت يا جدع. واو 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 واو. جرب انت. ايوه اقفل تاني اقفل تاني. يا ابني بطل يا ابني. بس كسبت يا معلم. اه يا قلبي. الحمد لله فرطة لا تحس بيا. قال لك لا ده مصدوم نكسبه. احلى مكسب زي العسل. طيب يا شباب لحد هنا، لو عجبكم الفيديو ما تنساناش بابا لايك، واتمنى انكم تشتركوا معانا وكمان انتوا لسه جداد معانا. واخيرا الحمد لله قدرنا نفوز في اسمازي فول جايز، بس لعبناه في فورت نايت. يا سلام، تخيل بقى نلعبها بجد وافوز فيها بجد. انا هعمل فرح يا جدع، هقعد ارقص كده كل يوم. اشوفكم مرجعي فيديو جديد معايا ستيوب جيم. يلا سلام.